هل يجب عليه أن يخبر الناس أنه سيجمع أو لا حتى ينوى؟ بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم ذهب إلى أنه يشترط نية الجمع، فلا بد أن يبلغهم أننا سنجمع. هذا ذهب إليه كثير من أهل العلم، أن الإمام يجب عليه أن يبلغهم حتى ينوى الجمع، لكن هذا لا دليل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من عرفة إلى مزدلفة، معلوم أنه لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد أذان العشاء، ونبه إلى الصلاة لما قال له أسامة الصلاة يا رسول الله، يعني المغرب دخل عليه، لأنه خرج مع أذان المغرب، مع غروب الشمس خرج من عرفات إلى مزدلفة، فقال له قال الصلاة أمامك، ما أجاب إلا اللي قال له فقط. ثم لما وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء ولم يخبرهم أنه سيجمع. وكذلك في عرفة لما جمع الظهر والعصر أمر بلال فأذن فأقام الظهر فصلى، ثم أمره فأقام فصلى، ولم يقل لهم إني سأجمع. وهذا هو الصحيح، أنه لا يلزم إخبار الناس بأنه سيجمع، لكن لو أخبرهم لا بأس.